بالنسبة للتدابير اللي يعني عشان ما نحيط بأي وباء أو ننتهي منه، في وزارة الصحة عندها دور والمجتمع عنده دور. بالنسبة لوزارة الصحة بعد ما تدرس الحالة بتشوف الاحتياجات شنو من العلاجات المفروض تمشي للمنطقة المعينة. في كسلة يعني عمل شنو وزارة الصحة؟ في كسلة مثلا وزارة الصحة هم تقريبا زي عملوا حصر لكل الحالات، معروف انه الحالات كم المصابة بالكوليرا والحالات الممكن عملوا بريدكشن برضو ممكن يصاب كم، لانه الكوليرا طبعا هي يعني بتنقل بالماء والمياه هناك في كسلة تقريبا يعني ما كلها نظيفة بالمستوى يعني المفروض تكون به، يعني عندنا المياه هناك ملوثة شديد، وده نتيجة لأنه الناس ذاتها يعني هناك ما يعني بتتعامل مع المويه بالصورة الصحيحة يعني. فبالنسبة للرعاة ديل يعني أكتر حاجة بالنسبة لهم المويه والتبرز في العراء، يعني دي مشكلة. فنحن الرسائل الصحية دايرينها تصلهم إنهم يكون ما في تبرز في العراء، أو حتى لو في تبرز بالعراء يكون بالطريقة السليمة ما تخلي الوباء ينتشر، يعني بعيد عن مناطق الموية، بعيد من مناطق السكن، فبتكون في توعية صحية في المجال ده. بالنسبة للمياه إذا كان في فرصة لغليان غلي الموية فدي كويسة، ما في فرصة بيكون في كلورة، ودي بتقوم بها عادة وزارة الصحة مع المياه مع كل الوزارات، هي بيكون في زي استنفار لانه قلنا الصحه هي ما مسؤوليه وزاره الصحه، وانما هي في كل السياسات في كل السيكتور في كل القطاعات هي لازم تساهم معانا، حتى التعليم يعني معانا بيدخل. هل وزاره الصحه قامت بدورها كامل تجاه الموضوع ده؟ نعم، وزاره الصحه هم مشوا في شكل وفود وقعدوا وعرفوا حجم المشكله قدر شنو، وحتنطلق هسه في الشهر الجاي ان شاء الله حمله بتاع التطعيم.